أهلا بكم يا أصدقائي في عالم الديجيتال. سنرى دور بين أحدث تقنيات الشطرنج ستوكفيش وليلى تشيزيرو في شهر يونيو الماضي، ولكن ويا للعجب يلعبان بأحد أقدم الافتتاحيات في الشطرنج إيفنس جامبت. وهذا الافتتاح مستنبط من أقدم افتتاحيات الشطرنج جوييكو بيانو أو الطابق الهادي، ولكن كابتن إيفنس في بداية القرن ال19 أضاف إليه إثارة بتضحية ديدا بيفور، ومنذ ذلك الحين وجنبيت إيفنس يقدم لنا أكثر الأدوار إثارة. ولكن السؤال المطروح، هل تحب شطرنج الزمن الجميل أم شطرنج المحركات؟ هذا نفس السؤال، هل تحب موسيقى وصوت محمد عبد الوهاب أم صوت عمرو دياب؟ وأحد أصدقائي له مقولة شهيرة، لو كان أول كتاب لي في الشطرنج عن بتروسيان وكربوف وأرونيان وكرامنيك لكنت قد تركت الشطرنج منذ زمن، ولكن لحسن حظي كان كتابي الأول عن فيشر ثم تال ونيمزوفيتش وأخيرا كاسباروف الذين يلعبون الشطرنج التكتيكي شطرنج الزمن الجميل. هيا نرى هذا الدور وكيف تمتزج الحداثة بالأصالة والزمن الجميل. استوك فيش بالأبيض وبدأ E4 وردت ليلى E5 نايت F3 نايت C6 بيشوب C4 بيشوب C5. ده بيسمى الطابق الإيطالي، والأبيض أمله إن يلعب D4 ويسيطر على الوسط، لكن البيدق والفيل والحصان بيسيطروا على المربع، ولذلك بيلعب C3 اللي بتساعد على لعب الD4. وبنخش في الطابق الهادي، لكن كابتن إيفنس طيب الله ثراه اخترع النقلة B4 بيضحي بيدق في سبيل ابعاد الفيل عن المربع D4. وفي الزمن الجميل كان التراجع بالفيل معناه الجبن ولابد ان تأخذ، ودي بالفعل افضل نقلة. وهنا بتظهر فكرة جنبيت إيفنس، لان الابيض بيلعب C3 بتنبو على الفيل، والفيل يستطيع التراجع اما للمربع C5 او للمربع A5 كما حدث في الدور. وهنا الابيض بيحقق اماله وبيلعب G4 طالب بيدق E5 والاسود بياخد. ودلوقتي الابيض لا يستطيع استرداد البيدق فورا لانه مربوط بالفيل على الملك، ولذلك قام بالتبييت، وبكده الاسود متفوق ببيدقين ويستطيع اخذ بيدق اخر، ولكن على حساب تخلفه في سباق التعبئة، ولذلك افضل نقلات للاسود هي لعب D6 لتعبئة الفيل، او ربما الافضل لعب نايت E7 والقيام بالتبييت ويستمتع بالبدائين. ولكن ليلى طماعة واخذت البيدق الثالث، وستوكوفيتش بدأ هجومه بكوين B3 بيعمل بطارية مع الفيل وضاغط على بيدق F7، والاسود لا يستطيع حمايته بنايت H6 لان الفيل حياخده والبيدق بدون حماية، ولذلك لعب كوين F6. لكن خروج الوزير مبكرا له ضريبة، والابيض بيطلب بيها ببيشوب G5 طالب الوزير، والوزير لا يستطيع الابتعاد عن حماية البيدق، ولذلك كوين G6. والابيض استرد البيدق الاول بنايت C3، ودلوقتي اصبحت نايت E7 طالب التبييت، نقلة سيئة، ودي النقلة اللي اعتمدها احد خصوم تال في احد ادواره الشهيرة. وتال كمل نايت D5 بيضغط على الحصان، وفي ذلك الدور الاسود اخذ الحصان، لكن بعد
اف دي 5 طالب الحصان وبيفتح العمود اي على الملك وتلقى هزيمة منكرة في النهاية. ولذلك ليلى ما لعبتش النايت اي 7 انما تخلصت اولا من الحصان وبعد كوين سي 3 لعبت هنا نايت اي 7 وطلب التبييض لكن ستوكفيش لم يرحمها وكمل بيشوب اي 7 ودلوقتي لا تستطيع الاخذ بالحصان والا نايت اي 5 طالب الوزير وبيضغط على البيدة اف 7 مع الفيل ووداعا للدور ولذلك مضطر للاخذ بالملك ووداعا للتبييض لكن الامل الوحيد هو لعب الروك اي 8 والرجوع بالملك للاف 8 وده بيسمى التبييض الصناعي ولكن ستوكفيتش قال ده محال وكمل اي 5 النقلة دي بتمنع الاسود من لعب الدي 6 وتعبئة الفيل لان الابيض هياخد وهيفتح العمود اي على الملك اللي هيتعرض لخطر داهم ولذلك روك اي 8 طلبة الكينج اف 8 والابيض كمل في هدوء روك اي 1 وبيضع الرخ على نفس العمود مع الملك لكن الملك غادر للاف 8 واصبح الملك تقريبا في امان والاسود متفوق ببدائين واذا استطاع اللحاق في سباق التعبئة دوره هيبقى افضل كثيرا وده التحدي اللي هيواجهه الابيض اللي كمل بيشوب دي 3 طالب الوزير ولا يتركه يرتاح والوزير ذهب للاتش 6 وهنا لعب اول نقلاته الجميلة روك اي 4 طالب الروك اتش 4 ويضغط على بيدة الاتش 7 مع الفيل وفي الدور الاسود لعب جي 6 لكن ربما افضل نقلة دفاعية للاسود لم تصدقها وهي اف 5 ولا يمكن لاي عاقل ان يلعب هذه النقلة لانها بتفتح المربعات البيضاء حول الملك ولكن صدق او لا تصدق دي احسن نقلة للاسود وافضل رد للابيض هو اخذ البيضة بالمرور وبعد التكسير بياخد بالفيل وهنا الاسود يستطيع اخذ البيدة طالب التكسير والوزير بيذهب للسي 4 طالب ياخد الاتش 7 وكوين جي 8 تشيك تقريبا مات وافضل نقلة للاسود هي الاتش 6 اتش 3 الاسود اخيرا بيستطيع لعب الدي 5 طالب الفيل والوزير وبيفتح لفيله لكن امام ذلك بيضحي ببيدة والابيض بياخده ويصبح الاسود متفوق ببيدة واحد وهنا يستطيع لعب كوين اي 6 ويحاول التكسير والاسود يستطيع التماسك ولكن في الدور ليلى ما لعبتش الاف 5 ولعبت مكانها الجي 6 وبتعمل مربع هروب للوزير وستوكفيتش كمل في هدوء روك اي 1 وحاليا جميع القطع البيضاء تمت تعبئتها وفي نشاط كبير بينما ما زال جناح الوزير الاسود لم يتم تعبئته والملك الاسود مفتوح عليه المربعات السوداء بينما الملك الابيض في امان ولكن كل هذه المصاعب امام تقدمه ببدائين وحاليا الابيض بيهدد بروك اتش 4 ويطلب الوزير او ربما الاي 6 وبيفتح الوتر للوزير للمربع اتش 8 بتشيك ولذلك الوزير تراجع للجي 7 وبيمنع لعب الجي 6 والا هياخد الوزير وايضا بيهدد بالدي 6 والابيض لا يستطيع الاخذ لوجود الوزير ودور الاسود بيتحسن ولكن ستوكفيش الماهر لعب نقلة قوية كوين سي 1 بيبتعد عن تأثير الدي 6 ودلوقتي الاسود لو لعب الدي 6 هتبقى نقلة كارثية لان الابيض هياخد طالب ياخد الرخ ولابد من التكسير وهنا هيجي سؤال لطيف
هل تأخذ بالفيل أم تأخذ بالرخ؟ والحقيقة معظم الناس هياخدوا بالرخ لاستمرار فتح العمود، ولكن اللاعب البارع هياخد بالفيل، وهنعرف ليه. لأن دلوقتي الأبيض بيهدد بأخذ بيدة السي 7 والاقتراب من مربع الترقية، والأسود مجبر على الأخذ، لكن هنا هتبان أهمية الأخذ بالفيل، لأن بعد بيشوب سي 6 طالب الروك اي 8 تشيك ميت ولا يمكن منعها. حتى لو أخذ الفيل هيجي وحش آخر وهو الوزير، وهذه المرة طالب الرخ وطالب المات والأبيض هيفوز. إذن الدي 6 لا يستطيع لعبها، وبالتالي هيأخر تعبئة القطعة، وحاول يبتعد بالملك إلى الجي 8 حيث الدفء، ولكن ستوفيتش لا يتركه أبدا وكمل اتش 4. طالب يلعب اتش 5 ويفتح العمود على الوزير والملك، ولذلك الأسود لعب اتش 6 على أساس إن الأبيض لو لعب اتش 5 مش هياخد، إنما هيلعب الجي 5 والأسود في أمان. ولكن هنا جاءت نقلة الدور روك اي 3. الرخ دخلت سريعا للعب وبتهدد بالذهاب للجي 3 أو للاتش 3 وتهاجم جناح الملك. وربما أفضل نقلة لليلى هو لعب الكينج اف 8، ورغم إن الأبيض ما زال أفضل إلا إن لا يوجد طريقة واضحة للفوز، لكن للأسف كانت خايفة للغاية وذهبت للاتش 8، ودي نقلة سيئة لأن الأبيض كمل هجومه باتش 5. طالب ياخد وينتقل بالرخين إلى العمود اتش ويهاجم الملك، ولا يوجد للأسود غير الجي 5، وهنا بدأ العقاب الشديد. يا ترى ايه نقلة ستوكفيش؟ صديقي، لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. ستوكفيش تقمص روح تال وكمل نايت جي 5، بيضحي بالحصان في سبيل فتح العمود اتش، ولو الاسود رفض يفتح العمود واخذ بالوزير هتكون نقلة كارثية، لان الابيض هيلعب في هدوء النقلة الرائعة كوين سي 3، والوزير والملك على نفس الوتر وبيهدد بالنقلة القاتلة اي 6. وافضل دفاع للاسود هو لعب الروك اي 6 وبيمنع البدء من التقدم، لكن الابيض بيبدا استثمار فتح العمود جي بروك جي 3 طالب الوزير، والوزير لازم يبتعد، وهنا روك جي 4 طالب روك جي 8 تشيك ميت، والدفاع الوحيد هو كوين اي 8، وهنا الابيض يستطيع الفوز بنقله زي الروك جي 7 والروك اتش 7 تشيك ميت. ولكن ستوكفيتش بين في تحليلاته نقلة أكثر روعة، بيشوب بي 1 طالب كوين دي 3 والمات على الاتش 7 لا يمكن منعها. إذن الأخذ بالوزير نقلة كارثية، وفي الدور ليلى أخذت بالبيدق وستوكفيتش استثمره سريعا باتش 6 طالب الوزير، وبالطبع الوزير لو أخذ هيلعب روك اتش 3 ويربط الوزير على الملك، ولذلك الوزير لازم يتراجع. وستوكفيش بدأ في الحصار بروك جي 4 طالب البيدة بالرخ والوزير، ودلوقتي الاسود في حيرة، فلو دافع بالنقلة المعروفة اف 5 هتكون في هذه الحالة نقلة سيئة، لان الابيض هياخد بالمرور وهيفتح العمود بين الرخين، وبعد روك اي 4 الابيض هيتجاهل الرخ ويلعب كوين جي 5 طالب كوين جي 7 تشيك بمعاونة الرخ والبدائين ويفوز ببساطة، بينما الرخ ما زال مطلوب، ولذلك اف 5 لا تصلح. وليلى لعبت نقلة ذكية نايت اي 5 طلبة الفيل، ودلوقتي اصبحت متقدمة بقطعة وبدائين، لكن ستوكفيش كمل في هدوء كوين جي 5
طالب الحصان والحصان لا يستطيع التحرك لانه لو اخذ الفيل هيخسر فورا بروك اي 8 طالب الوزير ووراءه الملك ولابد من الاخذ وهنا هيتلقى المات بكوين جي 7 تشيك ميت ولذلك لعبت افضل نقله دفاعيه اف 5 طلب الرخ وفي نفس الوقت بتمنع طلب الوزير للحصان وستوكفيش كما هي العادة بيتجاهل الفتيات وبيكمل روك اتش 4 ودلوقتي لو ليلى اخذت الفيل هتخسر فورا بكوين جي 7 تشيك ولابد من الاخذ والابيض بياخد بالبيضة بكش مزدوجة مع الرخ وبعد كينج جي 8 تجي الروك اتش 8 تشيك كينج اف 7 روك اي 8 وسواء الملك اخذ الرخ او لم ياخذه هيرقي ويفوز واذا حاولت تدافع بنقله زي الروك اي 7 الابيض لن يهتم وهيلقي بالوزير في التهلكه بكوين جي 7 تشيك والابيض بيفوز لان لا جدوى من اخذ الوزير والابيض هياخده بكش مزدوجة والنتيجة معروفة وليلى لعبت نقلة في منتهى الخباسة نايت جي 4 اولا بتهرب بالحصان ثانيا بتمنع التواصل بين الرخ والوزير لو الابيض ساذج واخد بيدة الاف 5 طالب الحصان هيتلقى المات فورا بروك اي 1 تشيك ميت والحصان بيحاصر الملك ولذلك ستوكفيش اخذ الحصان وبيضحي بفرق وبعد اف جي 4 انهى الدور تقريبا بروك اي 3 طالب ياخد الرخ وبعد الاخذ كوين جي 7 تشيك ميت ولابد من التكسير والوزير اخذ في هدوء وصلنا الموقف ليلى متفوقه برخ وبيدق لكن مشكلتها التأخر في التعبئة والأبيض بيهدد بكوين اي 5 تشيك والمات في الطريق ولذلك دفعت بدي 6 وبتمنع المربع لكن ستوكفيش له طريقة أخرى بكوين دي 4 تشيك والوزير لا يستطيع التغطية لوجود البيضة ولذلك كينج جي 8 وهنا جاءت النقلة المدمرة اتش 7 تشيك ولا جدوى من المقاومة لان بعد كينج اف 7 هيرقي لوزير والابيض هيفوز في كل التفريعات ولذلك ليلى وهي باكية قامت بالتسليم واحنا فزنا بدور للمحركات ولكن بطعم الزمن الجميل والسؤال هل نكمل في هذه الادوار ام ادوار البشر افضل منتظر تعليقاتكم واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.